الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المثال والذي بقيت لنا حلقة واحدة هي نوع وايد سوف نكملها، والتي سوف نكملها في هذا الفيديو. نفتح الدالفي وننظم نوع ما من هذا وهكذا. إذن ننفذ نضع هنا بانل هناك كما في الأمثلة السابقة، نحذف كابتشيو هنا ونضع كذلك ميمو، نضع ميمو. أنا دائما وضعت هنا ميمو، ولكن أي مبرمج ينفذ على كثير من الأمثلة، وإنما أنا تتبعت هذا المثال هكذا، وكل واحد يستطيع أن يفعلها في كثير من المركبات الموجودة هنا ويطبق عليها هذه الأمثلة ولبكل الحلقات التي نقدمها نحن في مثال معين، وليس محصور في ميمو فقط. ننزع ميمو ثلاثة في الخاصية لين، نحذفها هكذا، نعطيها اوكي. هنا نعطي بوتو نفذ، يعني يطبق ما الذي نعطيه من الكود، نقول له نفذ أو تنفيذ أحسن هكذا. نضغط عليه مرتين ونعطيه الكود، أنا لقد حضرته هكذا، ننسخه ونضعه في البوتو 5. هنا كما قلنا ميمو 2 سوف هي ليست اسمها ميمو 2، وإنما هنا اسمها، هنا لديها اسم ميمو ثلاثة كما نرى هنا ميمو ثلاثة. نذهب إلى نعطيها ميمو ثلاثة كي لا تقع في الأخطاء، هكذا نصححها ميمو ثلاثة هكذا. هنا في البداية لا نضع بيجن لأن التصريح المتغيرات، نصرف المتغيرات تأتي بعد البروسيدير وتأتي بعدها بيجن، هذا الشرط الأول. هنا أس تأخذ أنتيكر يعني نوع صحيح، أس نوع صحيح. عندما ندخل البيجن نقول له أفرغ لين ميمو، يعني خليها فارغة، أبقيها فارغة، يعني لين كلير محو جميع الشيء اللي فيها مكتوب فيها. وبعدها نعطي لأس تأخذ العدد 10، أس تأخذ 10 كما قلنا نقطتين تساوي. وهنا تأتي الدالة وايل، الوايل هي حلقة من الحلقات مثل ما رأيناها ريبيت وبعدها فور، وهذه الحلقة وايل. كيف يكون وايل؟ هذه تكون متبوعة بشرط وبعدها دو افعل. هنا الشرط وايل ما دام، بالعربية نقول ما دام S أكبر من الصفر، بالمعنى أنها أعطيناها الأول S أعطيناها 10، يعني يبدأ في التناقص إلى أن يصل الصفر. أكبر من الصفر يعني يوصل الواحد، يعني الصفر لا يطبقه. هنا افعل عند البكر، هنا فعل ما دام لدينا سطرين، هنا وضعنا بيجن ووضعنا أن كما قلنا سابقا. الشرط الأول أو الأمر الأول ميمو ثلاثة لين عددي يضيف، أفتح قوس كما رأينا في الأمثلة السابقة، يكتب ما بين الفاصلتين العلويتين كما هو هذا رقم، يضع نقطتين ويكتب لنا S
الاس هو المتغير عدد، والعدد نقوم له بوضع دالة التحويل، هذه دالة التحويل، يحول من انتجر الى string السلسلة الحرفية. لماذا؟ لان هذا العدد الحقيقي يرجع الى سلسلة حرفية لكي تقبله ميمو لين ثلاث. وبعد ما يكتب السطر الاول، لان الشرط هنا محقق 10 اكبر من الصفر، يكتب السطر الاول، وبعد السطر الاول نعطيه الامر دوك اس، يعني دوك هذا شغل عداد يتناقص بالواحد، كل مرة ينقص بقيمة واحد، كما كتبنا سابقا نقول اس تأخذ، كما كتبنا اس تأخذ اس ناقص واحد، هذه دوك اس، وهي نفس الفكرة، وإنما هنا اختصار، هنا مكتوبة بالدالة وتلك مكتوبة بالمعادلة، اس تأخذ اس ناقص واحد، هي نفس الدور، ولكن هنا دالة وتلك معادلة. هنا تنتهي البيجن، هنا انتهت الحلقة، يعني تبدأ الحلقة بالعمل إلى أن يصبح أس أكبر من واحد، أكبر من الصفر، يعني عندما تأخذ أس واحد تعطينا أكبر من الصفر ينفذه، عندما تصبح أس صفر، أس أكبر من الصفر، لا ليست من الصفر، إذن لا ينفذ الحلقة، لا ينفذ البرنامج، يخرج إلى هنا ويطبق هذا الأمر. الأمر هنا الميمو ثلاثة لين تأخذ وتكتب لنا تلك الجملة، شكرا لك على هذا الإنجاز، يعني بعد ما يكمل الحلقة هنا يعطينا هذه الجملة. هنا نلاحظ أنه خطأ هنا، يعني هنا بيجن انتهت بأن، وايل انتهت بأن، يعني أند هنا لا توجد أند هنا، هكذا تصبح المعادلة صحيحة، نحفظ البرنامج وننفذ البرنامج. هنا نقوم بعمل التنفيذ، هذا رقم 10، هذا رقم 8 كما نرى، شكرا على هذا الإنجاز. وإذا نفذته مرة ثانية سوف يكتب كذلك نفس الكتابة. نرجع إلى لماذا لا يكررها مرتين، لأن ميمو تأخذ كلار، يعني يمحو ما قبله، يعني عندما أضغط على الزر يرجع إلى هنا، يعني يمحو التي كتبها ويعيد البوكل، يعني يكتب تلك الكتابة لا يكررها مرتين. في هذا المثال هي الدالة while، هكذا لقد أكملنا جميع الحلقات في الباسكال، وهي نبدأ خفيفة، إن شاء الله أن تكون قد وصلت لكم الفكرة، وسوف نضيف مثال آخر، والذي هو عبارة عن جداول. مثلا حبيت ارتأيت أن أجعلها كمثال عملي. هنا مثلا لدينا ميمو، نضع ميمو هكذا 4 هكذا، ونضع ميمو آخر، عفوا ميمو آخر كذلك، هنا نكبر الثاني قليلا هكذا هكذا، نضغط ميمو 4، نحذف له تلك الكتابة هكذا، أوكي. وميمو 5 كذلك نحذف له تلك الكتابة هكذا، نضع زرين، نضع مثلا زرين هنا، الزر الأول والزر الثاني، مثلا الأول يقوم بعملية الجمع، والثاني يقوم بعملية الضرب كما رأينا في مثالنا السابق هكذا. يستطيع المبرمج أن يعمل نافذة لجميع جدول الضرب عن طريق ضغط الزر فقط. هنا في هذا المثال سوف نقوم فقط
مثال بسيط هكذا بجدولين والبقية هو يستعمل، أنا استعملت من الواحد إلى اثنان، ويستطيع أن يستعمل جدول الضرب من الواحد إلى تسعة. عندما يضغط على الجمع تعطيه عملية الجمع من الواحد إلى تسعة، أو الضرب من الواحد إلى تسعة بتسع ميمو، يعني يستعمل تسع مركبات هكذا. نعطي هذا المثال البسيط لتصل الفكرة. وهكذا نقوم بكتابة الكود، نقوم بكتابة الكود، نذهب إلى كتابة الكود. هنا لدينا الكود، ننسخه ونضعه، هذا الكود للجمع، نضغط عليه مرتين ونضعه هنا هكذا عند اللصق. ننزع هنا بيجن كالعادة هكذا، نصرح بانتجر اي يأخذ انتجر بيجن، تأخذ ميمو 4 وميمو 5، يعني نمحوها كلير، نمحو كل ما فيها لأربعة وخمسة هنا. وبعدها نقوم، هنا استعملنا بوكل فور، بوكل فور هنا ما الذي يفعله؟ ميمو يفعل، يطبق الحلقة، تطبق الحلقة على ميمو 4 وميمو 5 مع بعضهم البعض. ولكن كيف؟ ميمو 4 تأخذ الجدول رقم 1، هنا عادي عندما نفتح القوس رقم 1 ما بين معكوفين يكتب كما هو 1 زائد 1 زائد، يعني هنا يبدأ يتغير، زائد 1 زائد 2 زائد 3. كيف نكتبها؟ نكتب الاي، الاي هو من 0 الى 10، يعني يكتب لي 0 1 2 3 4 مع التحويل الدالة، يعني 1 زائد ويعطينا 1 2 3 4، حتى من السطر الاول السطر الثاني حتى الى سطر العشرة. هو عندما يوصل السطر العشرة، هذه كلمة زائد يعني الامر الثاني، زائد الامر الثاني، الامر الثاني ما بين المعكوفين يضع تساوي، وهنا زائد الامر الثالث، الامر الثالث ما الذي يفعله؟ وهنا الدالة يضع قيمة المساواة، يعني اي زائد 1، يعني هنا عندما يضع 1 هنا 0، هنا يجمعهم، هنا عملية الجمع يجمعها هنا عند الجمع. وهذا لدينا هنا عدد، نقوم بدالة التحويل، دائما في العدد دائما تكون دالة التحويل، هنا وهنا دائما دالة التحويل، يحولها إلى سلسلة لكي ترجع كاملة كل الأوامر داخل القوسين إلى سلسلة حرفية التي تقبلها ميمو 4. هذا بالنسبة للجدول رقم 1. بالنسبة لميمو 5 يعمل لنا جدول رقم 2، والذي يكتب 2 زائد زائد 0 زائد 1 2 زائد 3 2 زائد 4 وهكذا، زائد يضع تساوي كما هي، وبعدها يقوم بعمل الجمع. هنا الجمع الاي زائد 2، اي زائد 3 زائد 2، الاي عندما تأخذ 3 نقول 3 زائد 2 4 زائد 2 5 زائد 2، هنا يجمعها، عندما يجمعه 5 أو 6 أو 7 يحولها دالة التحويل كما في مثالنا هذا السابق. وهنا العدد دائما يحوله إلى عدد. هنا الجدول رقم 1، هنا الجدول رقم 2، وعندما نضع ميمو غيرها ميمو 6 7 8 نضع جدول رقم 3 رقم 4 رقم 5 وهكذا، كل ميمو تخدم. أنا أخذت مثالين فقط، والبقية حسب المجهودات كل مبرمج وكل مبتدئ يتعلم عليه. هكذا نحفظ البرنامج وننفذ، وسوف نرى كيف هي تنفذ. هنا الجمع، الجمع هنا 0 زائد 2 2 زائد 0 زائد 1، هذا الجدول رقم 2، هذا الجدول رقم 1. في حالة الضرب هنا لا يوجد شيء، لأننا لماذا لم نبرمج هالساعة إلى جدول الضرب، نبرمج جدول الضرب. كيف ذلك؟ نذهب إلى الضغط، ضغط على الضرب هنا، نعطيه الكود، هو شبيه للأول ولكن فيه تغييرات خفيفة هكذا، سوف ننسخه هنا
هنا ننزع بيجن هنا هكذا. هنا نفس الأوامر نعطي انتجر المصطلحات، والميمو 4 ميمو 5 هي نفسها نفس الميمو، وهنا فور نفس الليبو كل يعني نفس الطريقة، وإنما هنا يكتب العوض يكتب زائد يكتب الجداء في هنا يكتبها كما هي، هنا نفس الطريقة تساوي، ولكن العملية الضرب يقوم بحسابها هنا. وفي اللغة الباسكال لا توجد جداء إلا عن طريق هذا الرمز، هي نجمة هي التي تقوم بعملية الجداء في الباسكال، هذه نجمة. القسمة كما قلنا قسمة، الجمع تبقى هي الجمع زائد، والطرح هي النقص، ولكن في الجداء تأخذ على هذا هذه الرمز هي النجمة هي الجداء. يقوم بعملية الضرب الإي في واحد، الإي في اثنان في واحد، اثنان في واحد، ثلاثة في واحد، وهكذا. وتحول الدالة من انتجر إلى استيار كما نفس المثال السابق. هنا لدينا أند زيادة، هكذا تصبح جملتنا صح. ننفذنا نحفظ برنامج وننفذ هكذا، ننفذ الجمع هكذا، الضرب ها هي المجاميع والضرب، الجمع والضرب. نفرض أنه لدينا 10 جداول، يبدأ من جدول 1 إلى 10، وينفذ عليه جميع العمليات الجمع والقسمة والطرح والضرب. عندما تضغط على الزر جميع الجداول تعطى وخصوصا للتلاميذ الابتدائي، وهي فكرة جميلة يستطيع أن يستعملها أي إنسان يتدرب عليها ويضعها في نافذة واحدة، فتكون عمل جيد. هذا ما لدينا أن نقدمه في هذه الدروس، يعني دروس باسكال بطلب من مشاهد. لقد سبقتها قبل ما أكمل بعض الأمور، هذا تنفيذا لطلبه، وإن شاء الله أنها تكون لفائدة الجميع، أنهم استفادوا من هذه الأفكار. وآخر دعوانا إن شاء الله ندعو اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.